بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. رب المجد يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا، وصلت لدرجة السفالة والوقاحة بالفيديو معاذ عليان بيهدد كاهن كنيسة كومومبو لأنه بيساند وبيطالب بعودة سالي نسيم، ومعاذ عليان بيقول للكاهن كومومبو عفوا لو ما رجعتش البنت اللي انتوا خطفتوها، ويتهم المسيحيين باختطاف سالي نسيم في احد الاديره للراهبات. تبادل وتراشق الالفاظ. وصل معاذ عليان المعروف بهجومه الشديد على المسيحيين وتحريضه على الاقباط المسيحيين بصفه خاصه، وتهديده لاحد كهنة كومومبو بسبب أنه يدافع عن سالي نسيم التي تم اختفائها، وطالب بمحاكمة الكاهن. ونشر معاذ عدة فيديوهات منذ اختفاء سالي نسيم وهو يشعل الأوضاع ويثير الفتنة الطائفية وسط مطالب من الأقباط بالقبض عليه، لا سيما أنه اعتاد دائما السخورية من المسيحية والهجوم عليهم وتعكير صفو وسلامة المجتمع المصري. ونشر عليان يهاجم القس أنطونيوس لأنه قام بالكتابة عن سالي على صفحته، مطالبا بمحاكمته لأنه دافع الأقباط لتبني القضية ومطالبة عودة الفتاة التي اتهم معاذ عليان الكاهن المسيحي بأنه هو التي تم اختطافها ووضعها في دير الراهبات. وهذا كلام غير مصدق به. ومنذ اختفاء سالي وتدخلت طيارات متطرفة تشعل الأوضاع وتقدم معلومات مغلوطة وتثير غضب الأقباط المسيحيين في إشعال الأوضاع دون اتخاذ إجراء ضد هؤلاء السفهاء. معاذ عليان بيقول له يا كاهن يلي بتسجد للمسمار، يلي دقيتش إيدك صليب المسيح وانت فاكر انك بتعبد ربنا، كم سخرية وكم إهانة، كما سخر من أسراره بيقول يلي بتعبدوا العيش والخمر، يلي العذراء مريم بتاعتكم اتجوزت، كلام سفهاء. ولكن المفاجأة المفاجأة المفاجأة، شقيقة سالي نسيم تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اختفاء شقيقتها وتكذب كل الادعاءات التي تم عليها. كشفت سارة نسيم شقيقة الدكتورة سالي نسيم المختفية من محافظة أسوان منذ شهر ماضي مايو الماضي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اختفاء شقيقتها وانقطاع أخبارها. قالت سارة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ما وراء الأحداث مع الإعلامية منى رومان المذيعة على فضائية الكرمة، سالي قالت إنها مسافرة يوم 20 مايو للقاهرة، وكانت على اتصال دائم بكل الأسرة، وكانت تتحدث بشكل طبيعي لغاية يوم 19 يونيو اتصلت بوالدي وأخبرته أنها غيرت ديانتها، وأكدت أن سالي لا يمكن أن تغير دينتها وهذا الأمر لا يخرج منها أبدا. سالي تحديدا مؤكدا أنه لا توجد أي بوادر لذلك ولم تتحدث في هذا الأمر معنا من قبل. وكذبت شقيقة سالي ادعاءات المدعي باسم سليمان أو باسم سليمان بأنه كان على تواصل مع أسرة سالي منذ عام، مؤكدا أن سالي كانت تكتب آيات من الكتاب المقدس بشكل دائم على صفحتها على الفيسبوك. وأشارت سارة نسيم بأن أسرتها قامت بتحرير محضر في الشرطة وقاموا باتخاذ كافة الإجراءات لعودة شقيقتها. سالي نسيم 31 سنة من عائلة كبيرة بمدينة كومومبو، وهي طبيبة بشرية كانت تعمل بمستشفى أسوان، وهي قريبة من الكنيسة واعتادت دائما الحضور كافة الفعاليات الكنسية والاجتماعات، ولذا جاء اختفاؤها وظهور أوراق تثبت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أشهرت وأعلنت إسلامها
أمر مريب للجميع، وهو ما أثار غضب الأقباط المسيحيين لأسوان والأقباط. الأقباط يرفعون الصلوات من أجل عودة فتاة أسوان سالي نسيم، ومطالبة بمحاكمة معاذ عليان وباسم سليمان. رفع الآلاف من الأقباط المسيحيين الصلوات اليومية من أجل عودة فتاة أسوان سالي نسيم بعد اختفائها في يوم مايو الماضي، ودشن العديد هاشتاج للمطالبة بسرعة عودة الفتاة ومخاطبة السيد الرئيس للتدخل لإنقاذ أسوان من محاولات إثارة الفتنة الطائفية من قبل التيارات المتطرفة التي تسعى لإشعال الأوضاع. وناشدت الكنيسة بأسوان ومركز كومومبو المسؤولين التدخل لحل الأزمة، وأن الفتاة وقعت ضحية لمؤامرة من قبل بعض التيارات الإسلامية التي تسعى لاستغلال الحدث وفي تقدير السلام الاجتماعي بين أبناء الوطن، ولا سيما أن ظهور أشخاص بعينهم عليهم علامات استفهام وشبهات في تورطهم في العديد من الأحداث التي أثارت ضجة من قبل، مثل سيدة بني سويف، وأن على الأجهزة الرسمية الحذر من هذه المحاولات والتدخل لإنقاذ الأمور في ظل حالة الغضب القبطي المسيحي، لا سيما مع تزايد حالات الاختفاء التي تهدف إلى الأسلمة. وسالي نسيم 31 سنة من عائلة كبيرة بمدينة كومامبو، وهي طبيبة بشرية وكانت تعمل بمستشفى أسوان وهي قريبة من الكنيسة، واعتادت الحضور كافة الفعاليات الكنسية، ولذا جاء باختفائها وظهور ورقية تثبت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أعلنت وأشهرت إسلامها، أمر مريب للجميع وأثار الغضب. وطالب رواد التواصل الاجتماعي من الأجهزة الأمنية التحقيق ومحاكمة مثير الفتنة الطائفية، ومنها المحامي باسم سليمان ومعاذ عليان، بسبب ما تم نشره على صفحتهم ما يمثل تهديدا على الأمن العام، وبالتعايش المشترك والإساءة للآخر والتحريض بشكل مستمر دون اتخاذ أي إجراء حاسم ضدهما. رحم الله مصر من إثارة الفتنة الطائفية، رحم الله مصر من الغلاء والوباء، رحم الله مصر كل مصري، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للإخوة المسلمين. لماذا في هذه الأيام محاولة إشعال وإثارة الفتنة الطائفية؟ رحم الله رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يقف بجانبه دائما في وسط هذه الأشعال من اقتصاد متدهور، من حياة صعبة على كل المصريين. ونطلب الصلاة من أجله ونرفع أيدينا ونتضرع إلى الله أن يحافظ على البابا طاووس الثاني، بابا بطريرك الكرازة المرقسية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من الحب والتقدير، والسلام والرب يكون معكم. آمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. ومع الحقيقة المرة، وهو بعد اختفاء الفتاة القبطية سالي نسيم في أسوان، وكاهن الكنيسة يكشف الحقائق، وهناك أقوال بأن الصورة التي تم تداولها وهو بعد إشهار إسلامها فهي فوتوشوب، ولكن لا ننسى الاعتداء على القدرائية وقتل وخطف مصريين أمام الاتحادية، ومصطفى بكري يرصد عبر ميساد جرائم الإخوان الإرهابية التي أطاحت بحكمها. ورصد الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في تصريحات خاصة لبرنامج صباح مي المذاع عبر قناة ميسات القبطية الأرثوذكسية، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإرهاب. جماعة الإخوان خلال فترة حكمها التي استمرت عام واحد
فشلت فشلا ذريعا في الوصول إلى أي حل للمشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية التي واجهت البلاد، بل وبالعكس كان هناك تخطيط وتخبط شديد جدا وسعي لتحقيق هدف واحد ووحيد، وهو الأخوانة والسيطرة على كل مفاصل الدولة عبر عناصر هذه الجماعة وطمس الهوية الوطنية المصرية. ولفت بكري عملت هذه الجماعة على إثارة الفتنة بين المصريين، ولأول مرة منذ فترات طويلة نجد هذه الاعتداءات السافرة على دور العبادة وخاصة على القدرية عام 2013. وكان لذلك هدف واحد ووحيد هو تفويض القيم وتقوير التي يقوم على أساسها المجتمع المصري، وأيضا والسعي إلى إثارة الفتنة ونشر الفوضى في البلاد لحساب هذه الجماعة ولحساب وصولها وتغلغلها في كل مناخي ومناحي الدولة. كما قامت هذه الجماعة بإقصاء كل من يختلف معها مستخدما كل الوسائل بما فيها العنف لمواجهة كل من يعترض على نهجها المعادي للدولة وللشعب والواضح. كما أوضح بكري، شاهدنا في هذه الفترة انقطاع مستمر للكهرباء وتراجع في الاحتياط النقدي وتداول الاقتصاد وأزمة الخبز، حيث توفير الخبز لم تنتهي أبدا، وكذلك أزمة أنابيب البوتاجاز التي تتفاقم وإغلاق أقسام الشرطة ومديريات الأمن لحساب مجموعات إرهابية. كما شاهدنا حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ومواجهة الإعلاميين، وشاهدنا أيضا أحداث الاتحادية وكيف خطف كان هناك خطف وقتل الناس لمجرد الاعتراض على الإعلان الدستوري الانقلابي الذي جعل من محمد مرسي ديكتاتور يسيطر ويهيمن على السلطات الثلاثة التنفيذية التشريعية والقضائية. لافتا، أعتقد أن هذه الأسباب الموضوعية كانت دافعا مهما للشعب المصري للخروج في 30 يونيو بكل فئاته الاجتماعية والدينية والسياسية لهدف واحد ووحيد، وهو إنقاذ الهوية الوطنية المصرية التي يعتز بها كل مصري على هذه الأرض. وبالنسبة للتأثير الإقليمي والدولي، سقطت جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا وفي تونس وفي المغرب وأيضا في السودان كما لفت، وكل ذلك يؤكد أن المزاج العربي ضد توظيف الدين لحساب السياسة وضد أيمن التيار وعينه على مقاليد الأمور ومصادرة آراء الآخرين. مؤكدا كان ذلك كان دافعا للجيش المصري لانحيازه إلى الشعب المصري في ثورته العظيمة. وخرج الشعب المصري في مظاهرات 30 يوليو 2013 ضد جماعة الإخوان الإرهابية التي وصلت ممارسة الإرهاب بعد وصولها للحكم، وطالب المتظاهرون برحيل محمد مرسي. وفي يوم 3 يوليو أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي تنفيذا لرغبة الشعب وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور. رحم الله مصر كل من حاول أن يقضي عليها، والجديد والجديد ولو كل وقت. ومن هو الذي يقف وراء اختفاء سالي نسيم بأسوان؟ ولماذا هذا التوقيت تزايد اختفاء القبطيات المسيحيات؟ احذروا، الوطن في خطر كما تحدثنا كثيرا وكثيرا، وكل الأمور وكل ما يحدث. كل الشكر وكل التقدير، وانتظروا كل ما هو جديد وجديد. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم. أمين. كن معي حتى الآن.